ربنا لحضراتكم مرة تانية اسمحوا لي أتقدم بالتهنئة لكل الذين فازوا بجوائز الدولة اللي أعلنتها وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة سواء جائزة النيل أو جوائز التفوق أو جوائز التقديرية أو التشجيعية في 4 مجموعات مختلفة من الجوائز، أسماء كثيرة لامعة تستحق أن تفوز وأسماء أخرى بإذن الله أتوقع أنها تفوز في الأعوام القادمة. ده الاجتماع 67 المجلس الأعلى للثقافة، كان الأمين العام دكتور هشام عزمي بحضور أعضاء المجلس، وتم التصويت الإلكتروني على الجوائز. وعايز أقول لكم سريعا كده أن جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون الدكتور جمال ياقوت والدكتور أحمد عبد الكريم، في الأدب الدكتورة ريم بسيوني والدكتور عمرو دوارة، و يعني عندنا الكثير والكثير ومن ضمنهم المبدعين. جوائز النيل للمبدعين في مجال الفنون فاز المخرج داوود عبد السيد أستاذنا الكبير، وفاز في الأدب الروائي إبراهيم عبد المجيد، في العلوم الاجتماعية اسم المرحوم الدكتور رجاء عطية، وللمبدعين العرب فاز الدكتور قيس العزاوي من العراق، وجوائز عديدة أخرى. نشوف الوزيرة وهي تتحدث إعلانا عن الجوائز ونرجع لحضراتكم تاني. خالص التحية والتقدير لحضوركم اليوم بوقار المجلس الأعلى للثقافة بعد غياب دام عامين من انعقاد الاجتماع بمقر المجلس بسبب جائحة كورونا، واليوم نحن نجتمع للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق التقديرية النيل والنيل للمبدعين العرب في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية. ونود بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر لكل القائمين على هذا العمل وسعيهم لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق بوزارة الثقافة. كما يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، تلك الجائزة العريقة والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها. وفي النهاية نود أن نتقدم بالشكر لكل السادة الإعلاميين والصحفيين المهتمين بتغطية هذا الحدث الثقافي المهم. ونبدأ الآن في إعلان جوائز الدولة. جوائز الدولة للتفوق في مجال الفنون، الأستاذ الدكتور جمال السيد حسين محمد جمال ياقوت، الأستاذ الدكتور أحمد محمد علي عبد الكريم أحمد عبد الكريم، الأستاذ الدكتورة ريم أحمد رفعت أحمد بسيوني ريم بسيوني، الدكتور عمرو فؤاد محمد دوارة عمرو دوارة، في مجال العلوم الاجتماعية أستاذة الدكتورة إيمان محمد عبد المنعم عامر إيمان عامر، أستاذ الدكتور أحمد حسين حسن حسنين أحمد حسنين، المرحومة المستشارة تهاني محمد السيد الجبالي تهاني الجبالي. بالنسبة لجوائز الدولة التقديرية في مجال الفنون، اسم المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد نبيل محمد سليمان أحمد نبيل، الفنان رشوان توفيق محمد رشوان رشوان توفيق، أستاذة الدكتورة سهير محمد زكي حواس سهير زكي حواس، في مجال الآداب الأستاذ الدكتور كمال صلاح محمد رحيم كمال رحيم، الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل محمود بدران أبو الفضل بدران، الأستاذ الدكتور يوسف حسن نوفل يوسف نوفل، في مجال العلوم الاجتماعية أستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي السيد علي سعيد إسماعيل، أستاذ الدكتور عبد السلام محمود عبد الحميد أبو قحف عبد السلام أبو قحف، السفير الدكتور محمد نعمان جلال محمد نعمان جلال، الأستاذ الدكتور محمد سيد عبد الله برعي معتز سيد عبد الله. في مجال بالنسبة لجائزة النيل للمبدعين المصريين وفي مجال الفنون، فاز بالجائزة المخرج الأستاذ داوود عبد السيد، في مجال الآداب فاز بالجائزة الروائي الأستاذ إبراهيم عبد القوي عبد المجيد إبراهيم عبد المجيد، أما في مجال العلوم الاجتماعية فقد فاز بها اسم المرحوم الأستاذ الدكتور محمد رجائي عطية رجائي عطية. أخيرا بالنسبة لجائزة النيل للمبدعين العرب في الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية،
فقد فاز بها الدكتور قيس خزعل جواد قيس العزاوي.